فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم دخول المرأة إلى المقبرة لكنها تكون داخل السيارة، فهل هذا جائز؟ ليش تدخل في المقبرة؟ ما يجوز للمرأة تدخل في المقبرة لا في السيارة ولا غيرها، ما يجوز للمرأة أن تدخل في المقبرة. أما تمر من وراء الجدار مع الشارع وفي سيارة وتسلم سلام عام على الأموات فلا بأس بذلك، إنما الممنوع الزيارة. وهي ما زارت، هي مرت مرور وسلمت عليهم من وراء الحائط وهي عابرة، لا بأس بذلك. نعم.